يبقى الوقت ده ايه؟ يبقى وقت النوم. اول حاجة هناخد شاور عشان نكون مدفين. يلا بينا. بصوا يا جماعه بقى، سالتوني الاسئله دي كتير، هقول لكم بستخدم ايه لشعر غزل بالظبط. احنا هنا بنستخدم شامبو سانسلك، هو ده شامبو سانسلك ده يا جماعه، الصوره واضحه طبعا ماشي. وكمان بستخدم سيرم، اي نوع سيرم عندكم، ده النوع اللي عندي يا جماعه، رخيص على فكره، ده ب60 جنيه تقريبا، وبيقعد معايا حوالي سنه واكتر على فكره، لان انا بستخدم منه نقطه صغنونه جدا. وكمان بستخدم اللي هو حمام كريم فاتيكا، ده بغسل بالشامبو الاول، بغسل شعر غزل بالشامبو ده الاول، وبعدين اشطفه وهخلى واحط حمام الكريم ده، ويقعد حوالي كده 5 دقايق، مش بطوله عن كده عشان بنت صغيره. وبعدين بحط لها السيرم ده بعد ما تطلع من الشاور. دي الحاجات اللي انا بستخدمها لشعر غزل. صح يا زوزو؟ صح يا ماما. دلوقتي ماما عملت لنا العشاء. بص، ساندوتش جبنه، ساندوتش اتنين، و ليزن وغزل يعني، والعصير الجريبس ده بتاع يزن، والابل بتاع غزل، وشيبس وكيكامبر وبنانا وموزم. صح كده؟ صح. يلا بقى هنقول ايه؟ بسم الله والاخره، اللهم بارك ما فيما رزقنا فيما رزقنا. يلا بسم الله. يلا شاطرين، يلا يا زون شاطرين، برافو، حلو. لو عايزين حاجه قولوا لي. ماشي مان، خلصنا كانوا فرجت فيه. تمام، اتفرجوا على ايه بقى؟ على الكرتون، الصوره مش واضحه طبعا. يلا عشان قدامكم بالظبط ربع ساعه وتناموا. اوكي ماشي يا زوزو. نعم. دلوقتي غزل ايس كريم؟ اه يا سلام. خليها الصبح. طيب مليم انت يا زنس، ايس كريم برضو؟ خلاص تعالي ناكله واحنا قافلين في البلكونه. يلا طفي التي في، طب قبل ما اجيب الايس كريم. يلا بصوا يا جماعه، بعد ما رحنا البلكونه اخدنا غزل التاني. يلا يا زنس قول. المحظه انه ما طلعش. النور ما طلعش؟ لسه. ايه؟ فاضل 20 دقايق. فاضل له، فاضل له قد ايه؟ 20 دقايق يا جماعه. احنا دلوقتي يا جماعه الساعه 2 بالليل. والله يا جماعه بعد ما رحنا كنا خدنا ايس كريم، انتوا بتاعوا كبير وبتاع ده صح؟ ايه ده يا جماعه؟ مشي تاني. فين الايس كريم بتاعتك يا زهر؟ ايه؟ عملت في هدومك؟ معلش امسح، طلع ايدك بره البيت. بصوا يا جماعه والله العظيم احنا الساعه 2 بالليل. زي ما الجزء دي هتجنن عليه يعني، عايزه ماما
قربت اهي والله ان شاء الله. ايوه هننزل نجيب حاجات المدرسه قريب. وانا رايح النيرسري وماما ويزن هيموت ويروح النيرسري برضه. لا انا بموت اكتر. تعالى اوريكم الدنيا ازاي الدنيا ليل ازاي بالشارع. بصوا يا جماعه الدنيا ليل ازاي والشارع فاضي. احنا تقريبا الساعه 2 وربع دلوقتي بالليل والله. بصوا الشارع فاضي ازاي شايفين الشارع فاضي والدنيا ليل خالص. بعد ما خلصنا الايس كريم دلوقتي هنغسل لو تعرفين لي اصلا عشان سنانا تفضل نظيفه طول العمر. يلا بينا يا جماعه يلا. يلا العبوا لحد ما اخلص المونتاج بتاعي لو سمحتوا. مش عاوزه صوت عالي. اتفضل يا زين. انا حملت لعب كتير خالص. حملت لعب كتير؟ وانا معرفش. وانا كمان. وانتي كمان؟ ماشي شاطرين. ممكن بقى الصوت عقبال ما اخلص الشغل بتاعي؟ لو سمحتوا محدش يتكلم ومحدش يعمل صوت عالي، ماشي؟ لحد ما الفجر يهدى هنصلي وننام، ماشي حبايبي؟ يلا برافو عليك. غزل ويزن يلا على الحمام اتوضوا يلا الاذان. يلا يلا يزن يلا على الحمام عشان تتوضى. يلا اختك الاول بعد كده انت تتوضى بعد اختك على طول. يلا اتفضل يلا عشان اذان. طيب يلا عشان اذان حرام. يلا غزل ويزن دعاء الاذان. اللهم رب هذه والصلاة القائمة وسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يلا ادعوا بقى كل واحد يدعي دعوه في سره عشان نصلي. يلا بسرعه عشان الدعوه بين الاذان والاقامه مستجابه. يلا ادعي يا يزن. يلا هندعي بقى يا جماعه. يلا غزل يزن جو تو بيت. يلا الحمد لله صلينا الفجر وكمان قلنا الادعيه صح كده. يلا حبايبي برافو عليكم. يلا عشان تتغطوا كده وتناموا. والفيديو هيتحمل وبعدين هاجي انام جنبكم. بصي ماشي. يلا تصبحوا على خير. نعم قولي لي الاغنيه اللي بحبها. الاغنيه اللي انت بتحبيها؟ اه بليز ماما بليز. حاضر حاضر هغنيها لك. حاضر يا يزن. يلا يا زنة اقلع نظارتك يا زنة. يلا غني لكم الاغنية. لما الشمس تروح
يجي بدل هنجوم. يبقى الوقت ده ايه؟ يبقى وقت النوم. لما الشمس تروح يجي بدل هنجوم. يبقى الوقت ده ايه؟ يبقى وقت النوم. نامي يا عصفورة ونامي يا عصفور، يلا بينا يلا يلا نطفي النور، يلا بينا يلا يلا نطفي النور. نامي يا عصفورة ونامي يا عصفور، بعد خلاص ما حكينا وبنينا الأحلام، ما نفتحش عشان اللي حكاها ينام. بعد خلاص ما حكينا وبنينا الأحلام، ما نفتحش عشان اللي حكاها ينام. ونامي يا عصفورة ونامي يا عصفور، يلا بينا يلا يلا نطفي النور، يلا بينا يلا يلا نطفي النور، ويلا